ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة. فيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء عددا من المشروعات القومية الكبرى في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، من ضمنها المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم والتي نفذتها شركة سيمنز الألمانية بالعاصمة الإدارية وبني سويف والبورلوس بطاقة إنتاجية 14400 ميجا وات، بإضافة 50% طاقة كهربائية لشبكة الكهرباء الحالية بمصر. كما يفتتح الرئيس محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم من نوعها في العالم، بالإضافة إلى محطات الربط وخطوط النقل الكهربائي في عدد من المحافظات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو سيادة السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا بك. إذن كيف ترى جهود الدولة بشأن تطوير شبكات الكهرباء وأيضا تنفيذ المشروعات الكبرى الخاصة بالطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة؟ الطاقة هي عصب الاقتصاد وعصب الإنتاج، والحقيقة يعني أنا سعيد جدا بخبر افتتاح أكبر محطة للطاقة الهوائية في العالم، لأن الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة هي المستقبل في مجال الطاقة. أولا بتحررنا من الاعتماد على تقلبات أسعار البترول اللي بتؤثر تأثير كبير جدا على اقتصاديات الإنتاج، وأيضا النهاردة أصبح هناك وعي للبيئة ومحاربة التلوث، ودي كلها بتنعكس على صحة السكان وبتنعكس على جاذبية مصر كمكان للسياحة. من الذي يريد أن يذهب إلى مكان جو ملوث؟ والمستقبل يعني هناك دول تقدمت تقدم شديد في مجال طاقة الرياح. الدنمارك مثلا 39% من الكهرباء المولدة في الدنمارك من طاقة الرياح، حوالي 18-19% في أسبانيا والبرتغال. هناك تقدم كبير جدا وحشد للموارد لصالح إنتاج الطاقة الهوائية في الصين وفي الولايات المتحدة، وده بيعكس يعني أن هذا هو المستقبل، وعلى مصر أن تواكب هذا، وعلى مصر ألا تتخلف في صناعة المستقبل للأجيال القادمة.